تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، جرت أمس الخميس بمدينة وزازات مراسيم تشييع جنازة الرقيب أول محمد أيد سعيد الجندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا الذي لقي صرعه في هجوم نفذته مجموعة مسلحة. وعرفت مراسيم تشييع جنازة الجندي أيد سعيد التي ترأسها الحسين حجاجي الجنرال دوبريغاد قائد القطاع الميداني صغرو تلاوة برقية تعزية بعثها جلالة الملك لعائلة الفقيد. وبعد أداء صلاتي العصر والجنازة بالمسجد العتيق بوزازات، توجه الموكب الجنائزي في جو مهيب نحو مقبرة تيغمي الجديد بالمدينة حيث وضي جثمان الضحية الثارة. الله يولي برحمة، الله يرحمه، صرفنا عليه في الدنيا ولا الآخرة، وولدي هذاك أعطانا الله، داها الله، ما عندنا ما ندير، سيدنا تنصر بيع الزيت. إيوا الله يرحمه، شكرنا إليه الله، شكرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا محمد أيد سعيد مات شهيد الوطن، دائما تيلبي نداء الوطن، و 30 عام هو في الخدمة، وكان نعم الأخ، كان كل شيء بالنسبة لنا. كان الأخ الكبير وكان صديق وكان الأب وكان كل شيء بالنسبة لنا، وطنطلبوا ليه المغرب، طنطلبوا الله يغفر ليه ويرحمه ويجعله من النبيين وصديقين وحسن أولئك رفيقا. وتنشكر جميع السلطات اللي واقفة معنا من الأول حتى الآخر. صراحة هذا حدث أليم، ولكن معنا غير نصبروا. تنشكروا صاحب الجلالة اللي وقف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي وقف شخصيا على هذا الحدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الرقيب أول محمد أيد سعيد الذي رأى النور سنة 1969 بدوار تيغام بإقليم وزازات والأب لثلاثة أطفال، قد قضى في هجوم نفذته مجموعة مسلحة أنتي بلاكا أواخر يوليوز الماضي بضحية بانغاسو، استهدف شاحنة سهريج تابعة للقوات المسلحة الملكية كانت عائدة تحت الحراسة من مهمة تزويد الساكن بالماء في إطار العمل الإنساني للتجريدة المغربية.